مباراة كما ذكرتي مهمة بالنسبة للفريق الشمالكي والوداد البيضاوي، كتكون يعني كما تنقول لك الفاتحة ديال استئناف البطولة بعد المونديال يعني ناجح ديال المنتخب الوطني المغربي. إذا غيكون ترقب كبير بالنسبة للفريقين بجوج. مباراة ديال فض الشراكة ديال الصدارة، واش كنا غادي نحسم هذه المباراة؟ واش ممكن تمشي بالتعادل؟ انا كنعرفوا لي كلاسيكو يكون شويه صعب. واش شكون طاي؟ واش الجيش غادي يستافد من العامل ديال الارض والجمهور؟ واش الوداد غتكون عنده كلمه؟ هذه كلها تساؤلات ان شاء الله غنعرفوها النهار ديال الخميس مركب ملعب ديال الله بالرباط. اكيد ان حضور كبير، راه كانت واحد شويه ديال القلق الجماهير شيء طبيعي للمباراه مع الربعه العشيه، كانوا كيتمناو ان تكون مثلا في الليل 7 ولا 8 باش ان الناس يعني لا اللي في العمل ولا اللي في الدراسه ممكن انه يحضروا، ولكن من احترام يعني البروغرام ديال البطوله التاليفه كما ذكرنا في المنتخب ان شاء الله مع اربعه فريق الجيش الملكي بعد واحد التوقف اللي كان جد مهم بالنسبه للفريق من جميع المستويات، يعني من المستوى يعني الراحه يعني الذهنيه والراحه البدنيه، لان الفريق هو كان بدا بواحد الريتم طالع، الراحه ايضا او الاستعداد كان استعداد تقني وكذلك تكتيكي. يعني داكروز كان عنده شويه ديال الوقت باش انه اللي يعني يشتغل، لان الا رجعنا للوراء كان مستوى اعظم ديال اللعيبه فهم كانوا استعدوا مع ما استعدوش مع الفريق اللي كان مع المنتخب المغربي المحلي، فريق اللاعب اللي كانوا في العاب تضامن، يعني حتى ان اللاعب جود بن حموده والعربي الناجف هما اشتغلوا فقط 3 ايام، يعني جو قبل رجعوا للجيش قبل البدايه ديال البطوله بثلاث ايام، ضفنا عليهم لاعبين اخرين منهم يعني رضا سليم، ايوب الكراد، ربيع حريمات. فهاد الفرصه هذه كانت بالنسبه لداكوش بانه يشتغل معاهم بواحد اريحيه ودون ضغط، وكان ايضا حتى الاستعداد ديال الكاف اللي كنعرفوا دخل الفريق الملكي في دور المجموعات اللي يعني غيواجه فيها جوج ديال الفرق من مصر فيوتشر وكذلك بيراميدز وفريق أسكارا من طوغو. إذا الآن التركيز على هذه المباراة، هذه العناصر كلها تكون حاضرة أيوب، لأن كانت إصابات ديال حمودان اللي كان تقريبا ثلاث ديال المباريات الأخيرة اللي قبل توقف البطولة وما كان شارك فيهم، العودة ديال ترخات اللاعب اللي كان من البداية ديال الموسم لعب حتى مباراة كنخضع لعملية جراحية، جوج ديال العناصر هما اللي كانوا يعني قبل التوقف كانوا كيعانيو من الإصابة. إذا غتكون عند مدرب داكروز واحد المساحة كبيرة ديال الاختيارات البشرية بالنسبة ليه، وبالتالي فهذا من الحسنات ديال التركيبة البشرية ديال الفريق الشمالكي اللي فيها يعني غنى وفيها منافسة كبيرة. أيوب أن كل بوست كتقلب عليه كتلقى يعني لاعب جوج ديال اللاعبين اللي تقريبا في لو ميم نيفو، يعني مشينا للبوست ديال لاري دروا كاين ماني وكاين أيضا للاعب مفيد اللاكس اللي كما تقولوا متق من بورغيس وكذلك حاتم الصوابي، الوسط يعني مجموعه من اللاعبين يعني حريمات العربي الناجي الدراك عاوني يعني عناصر كثيره زكريا فاتي في لاطاك يعني حدث ولا حرج، حتى ان حمزه ايكامان اللاعب اللي كان من لاعبي الشباب فهو تالق يعني في المباراه الاخيره ولا حتى شفنا في جوج ديال المباريات فهو لعب كتيتولير على حساب كل من خافي وعلى حساب كل من ايضا كنادو، انه حتى انه سجل هدف كان جميل كنذكر، وبالتالي فهو غتكون منافسه كبيره يعني في الجهه اليسرى ادم النفاتي، كاين ايضا حمودان وكاين دياكيتي في اليمن، ايضا رضا سليم، زيد الدين الدراك اللي كيمشي حتى هو اليمن. اذا يعني مجموعه من الخطوط غادي تكون يعني مهمه بالنسبه لداكروس. كتبقى واحد النقطه، حنا كنعرفوا بان المنتخب الاولمبي هو غيشارك في الشام، وكنعرفوا بان اللاعبين ديال اقل من 23 سنه هما اللي غادي يشاركوا مع يمثلوا الكره المغربيه في هذه المنافسه، وبالتالي فخمسه ديال اللاعبين هما في مع المنتخب المغربي، وكنعرفوا ان البطوله ما غاتوقفش، وبالتالي كان طلب ديال الجيش ان كاين خمسه ديال اللاعبين اللي مع المنتخب المغربي، والخمسه ديال اللاعبين فهما يعني اساسيين فهما جد مهمين، وبالتالي هذا اللي خلى ان الجيش كان هناك واحد اشاره بان ما يمكنش خمسه ديال اللاعبين يشاركوا لان غادي يكون هناك تاثير كبير عليهم. كاين حاتم الصوابي، محمد مفيد، زين الدين الدراك،
ايضا رضا سليم من العرخ ديال اللاعبين اللي غيشاركوا بالتالي ربما غادي تنقص الاعداد الى وخاصه ان حتى الطاقم التقني فهو كان يعتمد على هاد اللاعبين بالتالي فكانت اشاره من الجيش بان هاد اللاعبين فهم ما غيمشيوش كاملين يعني باش يشاركوا في هاد المنافسه الافريقيه على الاقل غيكون واحد جوج ولا ثلاثه هما اللي غادي يمشيو بالتالي يكون هناك كما قال المسؤولين يكون تكافؤ حتى لاخر مباراه يعني امام المغرب التطواني فهاد خمسة ديال اللاعبين فهم كلهم كانوا اساسيين وبالتالي نسبا بان هاد اللاعبين فهم تيتيرال. بالنسبه لاريتريا فتم طرح التذاكر بالنسبه للجماهير كما شفتي فالتذاكر طرحوا مبكرا يعني غيكون هناك متسع الوقت للجماهير يعني لا ديال الجيش ولا الجماهير المغربيه ديال الويد ايضا كل جماهير فغادي تكون يعني عندها الوقت باش انها تقتني التذاكر يعني 30 درهم يعني المدرجه المكشوفه 50 درهم المدرجات المغطاه الجانبيه و100 درهم بالنسبه المنصة ونقاط كثيرة يعني اللي تم الوضع ديالها منها كاين استمارة كاين السلا كاين منتمى لعدي اللاعبين الرباط كاين هذه في المتجر ديال الفريق يعني في الرباط إلى مجموعة من النقاط اللي تم يعني التوزيع ديالها باش أنه يتمكن الجمهور المغربي باش أنه يقتني التذاكر لهذ المباراة هذه اللي أكيد تعرف حضور جماهيري كبير. آخر ودية كانت بالنسبة للفريق الشمالي كانت أمام المنتخب المغربي اقل من 23 سنه وجرات نهار السبت وكانت عرفات الانتصار ديال المنتخب الوطني المغربي 3-2 هذه كانت خامس مباراه وديه جراها فريق الجيش الملكي في فتره ديال توقف البطوله كانت امام مباراه الاولى كانت مع اولمبيك اسفي كانت مباراه اخرى مع اولمبيك اسفي فاسلت التعادل 2-2 مباراه ديال الشباب المحمدي فخسر فيها الفريق بواحد بزيرو كانت ايضا مباراه مع اتحاد تورقه اللي كان انتصر فيها الفريق الملكي بجوج وغير مباراه مع المغرب التطواني ثلاثه بالتعادل 2-2 واخر مباراه مع المنتخب المغربي المحلي فكانت ثلاثه بهزيمه ديال الفريق العسكري 3-2. قبل ما نعطيك الخطه ايوب لا باس بها نعطيك التشكيله اللي متوقعه اللي منتظر ان الجيش يلعب بها في حراسه المرمى ايوب الكرد كظهير ايمن ممكن نشوفوا محمد مفيد وفي اليسار ايمانويل ايفاني شيموي وفي اللاكس كاين حاتم الصوابي وكذلك بورغيس كما لاحظتي ايوب رغم العوده ديال الترخاص ولكن ما كنظنش بان حاتم الصوابي غادي يجلس ان اللاعب فهو قدم مستويات جيده وما جلس حتى شي مباراه على مستوى البطوله ولا المستوى نفسه ديال الماتشات ديال الكاف اللاعب كان حاضر في جميع المباريات على اي فغادي يكون هو حاضر الى جانب بورغيس. الوسط ممكن نشوفوا كل من العربي الناجي وكذلك رابع حريمات قدامهم دياكيتير شفنا في المباريات الاخيره ولا كيلعب في يعني في هو اللي مورا لي زافون سونتر وفي اليمن رضا سليم وفي الجهه اليسرى كتبقى ما بين نفاتي وحموده وكنظن ان نفاتي هو اللي يلعب لان حموده اللي رجع من الاصابه اون بوان كتبقى المنافسه ما بين ايجامان او جوزيف كناضي. اذا هذا هو التشكيل اللي ربما يلعب به داكروز امام فريق الوداد البيضاوي.